زين هسه انا وياك لو رايدها تصير كان صارت من زمان. اي هسه الناس راح يشوفون على الشاشه هذا بوستر لحفله راس السنه 2022 2023 اي ما السنه اللي فاتت اللي جمعك انت ورحمه رياض بنفس الحفله. صار اكو تعليقات واستغراب من انه الحجم الصوره كان نفس الحجم رغم انه بالعاده حفلات رحمه يكون صورتها وحدها وصور الفنانين البقيه بالقرب منها. هل صار فرض من عندك انه يتم وضع الصوره بهذا الشكل او شنو اللي صار؟ ابد والله ولا لي علاقه ولا مدخل نفسي. ما تتدخل بموضوع الصور؟ ممكن احمد اخويا يكون متدخل بهاي التفاصيل بعد ما الله اعلم. انت عموما هاي الامور ما تهمك؟ اسمك وين؟ صورتك وين؟ احس هاي الامور ما تقلل من قيمتي اذا كانت صورتي صغيره او كبيره. انت اسال على اسال الناس كانت بالحفله. انت قول لي ما كنت بالحفله ايش صار؟ انت اسال. بكت الجو قصدك؟ انا ما اقول بكت الجو يعني شوف احنا نحكي برحمه اسم شو تغني الناس تسمعها؟ طبعا. ما نحكي ما لكن انت اليوم الواقع ها ممكن اليوم مثلا انت تجي هي بيومها مود ما عندها. تعبانه سفر تعرف انت شغلتهم يعني خاصه يعني اللي ما عايش بالعراق ويجي الحفله يجي على قد الطياره وتعرف راس السنه ازدحام وهي ما متعوده على انه هذا الازدحام بالطريق ومن حفله كان عندها حفلتين اعتقد من حفله لحفله فممكن يعني وين توصل انه ما غنت زين بالحفله انت احسن منها غنيت؟ لا ما اريد اقول انا احسن من بالاخير هي يعني عندها فن تقدم وانا عندي فن اقدم طبعا الناس اللي تقيم فيعني قصدي موضوع الصوره مو مهم بقد الاداء بالحفله بقد ايه طبعا.